مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد وبدايه الاسبوع في الحياه اليوم، وبنتابع مع حضراتكم طبعا اهم الاخبار بشكل مباشر. طبعا ما فيش اهم من الخبر المتعلق بالازمه الروسيه الاوكرانيه، مش بس احنا اللي بنتابعها، العالم كله انظاره طبعا متجهه للوضع في اوكرانيا، مع طبعا يعني تتبع التصريحات والبيانات والتحركات الميدانيه على الارض، وكمان العقوبات الاقتصاديه من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. لكن خلونا مع حضراتكم طبعا كل التفاصيل دي هنتعامل معاها ونشوف ايه اللي بيحصل والجديد في هذه الازمه. لكن يمكن اخر الاخبار من اوكرانيا، من كييف تحديدا، من العاصمه، انه بلديه كييف اعلنت فرض حظر التجوال من النهارده الساعه 5 التطبيق ولغايه يوم الاثنين، واي حد هيكون موجود في الشارع يعني بعد هذا التوقيت زي ما قالت كييف هيتم اعتباره عدو. الجزئية الثانية كمان المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، يمكن تابعنا العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض طبعا الأشياء اللي لسه ما هيش محل توافق أو إجماع من قبل الدول الأوروبية، وهي مسألة سويفت، الجزء أو النظام المصرفي الخاص للتعامل على مستوى العالم. والجزئية دي كمان بيتم المناداة بيها بشدة عشان يكون مثلا يعني تبقى تقدر إنها تأثر على بوتين إن هو يتراجع. لكن بالحديث عن التراجع، بالحديث عن كمان الحوار الدبلوماسي أو التفاوض مع العاصمة الأوكرانية، بوتين النهاردة أعلن استئناف القصف على كييف، وإن هو كان إدى مهلة للأوكران للرئيس الأوكراني للتفاوض. لكن من خلال أوكرانيا طلعوا قالوا إنه لأ، الشروط أو الكلام من قبل الجانب الروسي هي شروط غير عملية وغير قابلة للتنفيذ، وبالتالي الجانب الروسي أعلن استئناف القصف لمحاولة السيطرة على العاصمة الأوكرانية. طبعا كل اللي احنا بنقول لحضراتكم ألقى بالظلال بكل تأكيد على الوضع الإنساني والوضع الميداني في أوكرانيا. عدد كبير من اللاجئين، بنتكلم حتى هذه اللحظة 120 ألف مواطن أوكراني بيلجأوا لدول الجوار، مع الحديث طبعا أنه هيبقى فيه نوع من أنواع المساعدات الإنسانية العاجلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، كمان مساعدات عسكرية. ويمكن برضو عندنا الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف وزير خارجيته انه يتم تسليم اوكرانيا حوالي 350 مليون دولار كدعم امني ودفاعي عاجل في ظل استمرار العمليه العسكريه الروسيه. في جزئيه كمان لسه ما زالت محل جدل، وهي ايقاع او يبقى في عقوبات اقتصاديه وتحديدا لبوتين وكمان وزير خارجيته لافروف. يمكن الجزئيه دي تم الوافق عليها من قبل الاتحاد الاوروبي لكن بشكل رسمي، لكن لسه بايدن ما اعلنش بشكل رسمي. يمكن امبارح قال احنا بندرس ان احنا ننضم للاتحاد الاوروبي في الجزئيه المتعلقه بايقاع العقوبه الاقتصاديه على بوتين وزير خارجيته، لكن لسه بشكل رسمي ما تمش اعلان هذه المساله. يمكن خلال طبعا الساعات اللي جايه هنشوف ردود افعال مختلفه، وهنشوف بيانات بتخرج من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، واكيد الوضع الميداني على الارض والعمليات العسكريه هنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه للعاصمه الاوكرانيه كييف خلال الساعات القادمه. لكن بكل تاكيد خلونا كمان نطمن على اوضاع المصريين، الجالية المصرية في أوكرانيا. يمكن خلال الساعات اللي فاتت كان في بكل تأكيد غرف عمليات علشان تتابع أوضاعهم وأي مساعدات وانتقالهم بسلام لدول الجوار.